محمد، يعني خليني أبدأ من الميركاتو القادم. هل أزمة وقف القيد بالنسبة لنادي الزمالك في طريقها للحل ولا لا؟ يعني المفاوضات لسه شغاله يا دكتور حتى اللحظه الحاليه، ويعني خليني اكد لحضرتك ان كل ما اتردد عن ان الامور تم حلها او الوصول الى يعني لقاء، يعني لا، الامر لسه حتى هذه اللحظه في اختلافات كتير كبيره. يعني خالد بطيب ومحاميه طالبين طلبات صعبه شويه بالنسبه لاداره نادي الزمالك، متمثله ان هم عايزين 50 او 60% من قيمه المبلغ، يعني بتتكلم في حوالي من مليون لمليون و200 الف دولار بشكل فوري، وده غير متوافر مع الزمالك. ومش كده وبس، لو قدروا يوفروا المبلغ ده، لا، بتتكلم كمان يا دكتور ان هم عايزين ال 50% الباقيه تكون في خلال من 3 ل 4 شهور بالكثير. يعني بقى يعني هتحمل خزينه نادي الزمالك ما يخرج من 250 الف دولار على الاقل شهريا، شهرين. فيعني فاه فده شايفينه صعب جدا. مسؤولي الزمالك بيحاولوا يمدوا، يعني لو حتى ال 50% الاولى توفرت، يمدوا في اجل ال 50% الثانيه، يعني يزيد شويه 6 شهور او على مدار السنه، بحيث ان الزمالك يدفع كل شهر 100,000 دولار. ولكن حتى الان محامي خالد بوطيب واللاعب يعني مش موافقين، ومش موافقين عشان هم شايفين يعني ان في تجارب قبل كده مع الزمالك، ومقصين للزمالك ككل، مش قصين لاداره سابقه واداره حاليه، باصين ان دي تجارب قبل كده مع الزمالك ما كانتش افضل حال، فمصرين وشايفين ان هم بيتكلموا من منطق قوه. فلا، انا عايز يعني عايز وضع، عايز حقي في الوقت الحالي، خاصه مع الاخبار وشيء والضغط بتاع جمهور الزمالك في فتره القيد عشان الصفقات، وفي ظل ان في اسماء كثيره هترحل في نهايه الموسم والزمالك لم يجدد لها حتى الان، او لم يعني يضم لاعبين جدد. يعني دي هي الأزمة. أنا بتمنى إن شاء الله يكون لها طريق الحل، وإن خالد بوطيب يعني يكون يعني يرفق بإدارة الزمالك الجديدة ويكون في حل لهذه الأزمة. طيب، ده يخليني أقول، هل ممكن يرحل عدد من نجوم نادي الزمالك في ظل عدم حل أزمة القيد، ولا ممكن ده يتأخر شوية عشان كده؟ ما خلينا نتاكد على ما قلنا لحضرتك يا دكتور، ان في اسماء بالفعل خلاص بقت خارج نادي الزمالك بنهايه الموسم، وقد يعني واحنا يعني بنتكلم فاضل ايام قليله على نهايه الشهر، يعني لعيب زي ابراهيم الضاي تم ابلاغه رسميا بانتهاء عقده مع الزمالك بنهايه الموسم، واللعيب عايز طالما تم ابلاغه شايف انه يمشي بنهايه 30/6 طبقا للعقد المبرم. حضرتك طبعا استاذنا وعارف ان معظم عقود اللاعبين الاجانب في مصر ما بتبقاش بنهايه الموسم للاسف، بتبقى بنهايه 30/6، ودي يعني يا ريت حتى ادارات انديتنا تاخد بالها منها في الظروف دي، خاصه في ظل الارتباطات وان الدوري عندنا ما بيخلصش في نفس الميعاد. يعني ف ابراهيم الضايف من اللاعبين اللي خلاص بيتغادر نادي الزمالك في الفتره المقبله، سامس الكينولا نفس الكلام، خارج اسوار نادي الزمالك، ياسر حمد بنسبه كبيره خارج اسوار نادي الزمالك. فلا، لكن في لعيبه ممكن تجدد لو ما فيش القدر فاتح. في لعيبه يعني زي مين؟ زي ان انا ممكن اجدد لاوباما حتى الان، اوباما لم يجدد عقده، زي ممكن اجدد لمحمود علاء، محمود علاء حتى الان لم يجدد عقده، عقده ينتهي بنهايه الموسم. فده هيتوقف على على فتح القيد، لكن لو القيد ظل مقفول الناس دي هتبقى موجوده، القيد اتفتح الناس دي هتكون خارج اسوار نادي الزمالك في الفتره المقبله. اوباما ممكن يبقى خارج اسوار نادي الزمالك حتى لو فتح القيد؟ يعني لان حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دلوقتي اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دلوقتي هو ما لم يتم يعني التواصل معاه الحل، وفي مفاوضات معاه، ولكن الموضوع لم ينتهي حتى الان. طيب، هل بن شرقي ممكن يعود الى صفوف نادي الزمالك مره تانية، ولا الامر صعب؟ بص يا دكتور، ودي لحضرتك يمكن بقولها لك طبعا لاني كنت بكلم عضو مجلس اداره من دقائق، وقال لي مفاوضات الزمالك مع اشرف بن شرقي تدار خارج ترابيزه اجتماعات مجلس اداره نادي الزمالك، مفاوضات الزمالك تدار من المحبين، يعني حضرتك حابب نذكر اسماء كمان، مستعدين نذكر اسماء، ولكن من خلال بعض رجال الاعمال؟ رجال الاعمال على راسهم استاذ ممدوح عباس، تمام، يعني استاذ ممدوح عباس والاستاذ عمرو التنايلي هم اللي متكفلين بالامر. اداره نادي الزمالك اعطت الضوء الاكثر وطلبت ان يتم يعني طلبت ان يبقى اللاعب موجود ومرحبين بيه، ولكن طبعا الامكانيات الماديه والامور دي، فالامر حتى الان يعني لسه بيحاول يعني يتفاوضوا، لان برضه بن شرقي ليه تجربه ليست افضل حال مع الامور الماديه، فبيطلب ضمانات ماديه، بيطلب ضمانات ماديه لو هيكون موجود في الزمالك، خاصه ان هو بيمتلك دكتور عروض من السعوديه ومن قطر. طيب،
ربنا ييسر الامور ان شاء الله للقلعه الكبيره لنادي الزمالك. اشكرك شكرا جزيلا نقيبنا الرياضي الاستاذ محمد مطهر.